خلونا نرحب بناقدنا الكبير كاتبنا الكبير سيادة النائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ. أهلا بحضرتك يا فندم. استاذ يوسف مساء الخير، ازيك انت؟ بتضحك ما انت خدت لنا اكل على بتاع على سندوتشات، هقوم اكل انا دلوقتي تاني. يلا بينا، انت عملته فيا ده. يلا بينا يا استاذ ابراهيم. كنت لسه اقول لحضرتك يا عم ابراهيم كما اعتدت ان انا ديك 46 سنه من حياتي، يعني لان انا من الناس اللي تفخر جدا بان انا تربيت ايدك، يعني زي ما بيتقال. ربنا يكرمك يا جو، ربنا يكرمك. يا رب يخلي حضرتك. مساله ان احنا هنشوف الماتشات، يعني زي ما انا كنت بقول حاجه ببلاش كده، دي كبيره قوي يا استاذ ابراهيم. طبعا يعني شيء رائع وشيء جميل، والشركة المتحدة عملت ده شيء يعني نستحقه الحقيقة، لأن أنت عارف في الأول وفي الآخر حاجات كلها ما يعني كنا إن أنا تبقى ماتشاتي ومش عارف أتفرج عليها هنا كانت ما تقيل يعني، خدت بالك؟ إنما الحمد لله يعني خطوة لأن شايفها رائعة جدا. والدور بقى المنتخب بقى يعني احنا هنتابع في كل لحظه، هو الدور عليه بقى كمان يبسطنا ويسعدنا هو كمان. يا رب يا رب. انا يعني انا لقيت نفسي كمان قعدت نفس القعده بتاعه الصوره اللي احنا عرضناها لحضرتك، الايد كده تحت الدقن علشان هنبدا بقى نتكلم. الماتش بتاع بكره ان شاء الله الساعه 9 مساء، مصر وانجولا في اطار التصفيات. توقعات استاذ ابراهيم لهذا الماتش وتوقعاتك للتصفيات بشكل عام يا فندم؟ اللي انا يعني المفترض يعني هنتكلم ما بين المفترض والحقيقه والواقع الموجود. ماشي. اولا يعني في الكوره بتاعتنا احنا هنا يعني عندنا كده والحته بتاعتنا دي، حكايه ان انا اقول توقعاتك في الكوره دي بقت صعبه شويه في الحقيقه. ليه؟ لان احنا للاسف يعني للاسف احنا يعني احنا كمصريين اهتمامنا بالمنتخب اقل من اهتمامنا بالاهلي والزمالك. ده واقع يعني، خلينا نبقى صراحة. نمره اثنين، احنا يعني انا قبل كده اقول يعني احنا بنتناقش دايما في الكلام ده انا وانت، انا بقول لك احنا نستطيع ان نكون قوه كرويه كبرى خلال سنوات قليله جدا، عندنا المواهب. مصر صحيح. بتطلع مواهب وطلعت مواهب في السنين اللي فاتت دي كلها، كلهم ما كملوش ما عملوش حاجه بره، ده لان احنا ما عرفناش نقدمهم ما عرفناش نعملهم. انما احنا عندنا مواهب عظيمه جدا 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 جدا، بس المهم نشوفها في الوقت المناسب. ايوه، عشان نقدر ساعتها الليله ما انت عندك مواهب وعملت رعايه بالطريقه المظبوطه. يعني ايه رعايه مظبوطه؟ يعني هو الناشئ الصغير لما بياخده عنده 10 سنين الموهوب اللي هو التالنت، يعني بنتكلم على الواحد اللي هيمثل مصر، يعني في فرق بين واحد هيمثل مصر واحد بيلعب في رياضه للجميع او حاجه. ده لو اتعمل له فتره اعداد 5 أو 6 سنين عشان ياخد فيهم البرنامج البدني الصحيح اللي هو يخليه يجري في الماتش 14 و15 كيلو. ولو هو انا في الفتره ديت في الخمس ست سنين دولت علمته المهارات الكرويه، يعني خليته اتقن المهارات الكرويه، وبعدين في سنتين تانيين اللي انا يعني سنتين بعلمه المهارات وسنتين بحول المهارات لعادات حركيه. هتقول لي بقى عادات حركيه هي دي الفرق اللي بيننا وبين يعني ده اللي فارق اللي بره عننا، عادات حركيه يعني ايه؟ المشي مثلا دي مهاره حركيه، المشي مشي. الطفل أيوه. الصغير بيسحب، اما يبتدي يتعلم المشي ويقوم يقع يقوم ويقع ويقوم ياخد خطوه ويقع واحده بواحده بالتكرار 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 يبتدي يمشي. بمرور الوقت بقى المشي عنده عمليه تلقائيه بدون ادنى تفكير، ما بيجهدش دماغه فيها لان هي اشارات من الجهاز العصبي للجهاز العضلي براي انا بتتم تلقائي اوتوماتيك. سيادتك لما بتغسل سنانك بالفرشه من كتر التكرار بتعملها اوتوماتيك. ايوه. خلاص بقت عاده حركيه. صح. عايز تعرف بقى انها مش انها عاده حركيه، جرب تغسل سنانك بايدك الشمال بقى لو انت ايدك تستخدم اليمين، هتقل الفرشه هتبوظ طبعا ايدك وهتبقى حوسه. ايوه خدت بالك، هي دي العاده الحركيه، ان انا ادي المهاره بتلقائيه بدون اي تدخل. لو انا حولت مهارات الكوره زي مهاره المشي كده وزي مهاره سواقه العربيه، ما سواقه العربيه مهاره. ايوه. اما بتتعلم سواقه العربيه في الاول شفت الواحد بيعرقان، وعلى كان ايامنا كان ما كانش لسه الاوتوماتيك عشان بنسوق مانيوال، فبعد كده بقت خلاص انا مش مركز بقى تك 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 بتلقائي، يعني انت ما بتفكرش في الموضوع ده. أيوه. بدليل انك انت بتبقى انت ممكن قاعد بتفكر في اي حاجه ثانيه بتتكلم مع المهم.
انا في الكوره المفترض احول المهارات لعادات. ليه؟ لان انا لما تبقى عادات هيبقى انا دلوقتي ده الجزء لما باجي اقول ان احنا تبدا مهمه اللاعب عندما يمرر الكره الى زميل. يعني انا مهمه اللاعب بتبتدي لما مد الكره زي ما هيروح فين، هو ده بقى المهمه اللي بنحاسبه عليها، ده المفروض. انما بقى ان يكونوا يعرف يستقبل الكوره او يمرر الكوره صح او يشوط صح او يعمل دي، المفروض ده واجبه. لما يعرفش يعمل كده ما يلعبش الكوره، يروح في حته يعني يلعب في حته ثانيه مش عندنا. حلو. احنا لو 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 احنا الولاد بتوعنا الناشئين عملنا لهم الكلام ده ومع البرنامج البدني والبرنامج المهاري البرنامج الثقافي او السلوكي، اعلمه ازاي يتعامل مع الشهره ومع الفلوس وينام امتى وياكل ايه ويشرب ايه، زي ما بنشوف اللعيب بره ازاي بيبقى النجوميه دي كلها، بس عارف الموضوع ايه وكلام. صح صح. انا المشكله ديت احنا كنا نقدر ما نتكلمش الكلام ده كله من الاول ونتكلم في اي موضوع تاني لو انا ما عنديش مواهب. يبقى هتكلم في ايه؟ ما انا ما ينفعش رصاص والربع تنفع في كلام، لازم يكون واحد تالنت موجود. أيوه. احنا عندنا المواهب، احنا عندنا مواهب كتير، احنا ارضنا طلعت مواهب كتيره يفوق مهاره محمد صلاح اللي هو النهارده من الثلاثه الكبار في العالم. أيوه. الاربعه كبار في العالم، انما للاسف احنا ما عملناهمش رعايه بدنيه صح ولا رعايه فنيه صح ولا رعايه ثقافيه او سلوكيه صح، فراحوا ورجعوا من غير ما يعملوا حاجه. هو ده الموضوع. ده انا بقول الكلام ده كله ليه بقى؟ لان النتاج بتاع ده المنتخب عندنا، احنا خلاص بقى احنا بقى غايه المراد من رب العباد مين اللي هياخد الدوري، نقعد طول السنه نشوف مين اللي هياخد وبقيه السنه نغيظ في بعض وخلاص، وبقت هي دي الموضوع وخلاص. طب والمنتخب يا كباتن نعمل ايه في المنتخب يا عم يوسف؟ هو ده الموضوع. صح. فانا النهارده ما تيجي تسالني على ماتش بكره، يعني ابقى انا مش فاهم حاجه لو قلت لك هنعمل كذا، ما اقدرش، لان انا لا اضمن اللاعب بتاعنا لا اضمن مستواه في الشوطين. يعني مش هقول لك بقى في ماتشين، لا في الشوطين، يعني هو ممكن يبتدي بحال وينتهي بحال اتمنى ان احنا نكسب، لان ده يعني ما ينفعش ان احنا نبقى معلمين الناس دي كوره ونعمل ده واحنا عندنا الامكانيات ان نعمل ده. صح. صح. انما لما نيجي بقى نقيس الوضع يا يوسف، انا النهارده انا مصر ال 103 مليون ولا 104 مليون، يبقى ده العدد اللاعبين المحترفين بتوع اللي بره 3 4 5؟ لا ده انا المفروض يبقى اللي هي مش اقل من 30 40 واحد بره. ابقى زي امريكا اللاتينيه وزي افريقيا، يعني اللي بتصدر لعيبه لكل حته في اوروبا. انا طب انا فين؟ انا فين ده؟ انا وكل ده احنا عملناه ليه؟ لان احنا عندنا حدوته، المنظومه اللي عندنا يا عم يوسف غلط. صدقني منظومه الكوره غلط غلط غلط. احنا عندنا مسابقه على حطه ايدك من سنه 48، كانوا بس يعملوا دوري مجموعتين او بتوع، انما هو الدوري ايه؟ الدوري ده اللي هو الممتاز والاولى والثانيه والثالثه عمق البعض، هو مسابقه الدوري تشمل دول كلهم. احنا عندنا الدوري كل اللي بيفيد الكره المصريه ثلاث اربع فرق والباقي كله ملوش علاقه بالموضوع. يعني مش هيفيدك في اي حال، ما ينفعش يعني. ما ينفعش. فاحنا نقدر نصلح، نقدر نصلح، عندنا ناس بتفهم والله العظيم، عندنا ناس تكسر صحيح. الدنيا صحيح. يعني صحيح. عندنا ما احنا عندنا منظومه يعني هتتعدل ان شاء الله ان شاء الله هانت، يعني انا عندي تفاؤل. انا بشكرك جدا 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 يا استاذ. انا اسف على ذكر ان انا ما بقولش ده احباط ولا حاجه، لا لا والله خالص، بالعكس الكلام ده اللي ده حقنا، بالعكس. وما ننساش ان احنا احسن مصر عملت ريكورد في افريقيا ما عملوش اي حد تاني مع كابتن حسن شحاته، كون ان احنا نكسب ثلاث بطولات افريقيه. يعني ما حدش عمل الكلام ده كله، خدت بال حضرتك؟ فاحنا لا احنا عملنا يعني عملنا انجازات كتيره جدا، انما يصعب عليا ان احنا نقدر نعمل ده وما بنعملوش. صحيح. انا اتفق مع حضرتك جدا 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 استاذ ابراهيم حجازي، ناقدنا وكاتبنا الكبير ورئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس الشيوخ. لسه النهارده كنت قاعد عمال بتكلم مع زملائي في الراديو على انه من وجهه نظري ودون اي تحيز، اهم مدير فني اشتغل مع الكوره المصريه هو كابتن حسن شحاته. اتنين هم اللي عملوا تقريبا كل حاجه في المنتخبات الوطنيه، الجوهري رحمه الله عليه، حسن شحاته ربنا يديله الصحه. تجيب لي الاجانب، تجيب لي اللي مش اجانب، هم الاثنين دول عدوا الكل وكسر عقده الخواجه، صح ولا انا غلطان؟ يعني اللي احنا جبناه بالجوهري وشحاته في خواجه جابوا؟ لا. انت بتفهم في الكوره يا يوسف؟ ما بفهمش، لكن افهم في الايه؟ في النتائج.